الو، الو، ايوه، مساء الخير استاذه نانسي. مساء الفل، اهلا بيكي. ممكن اتكلم ابونا بولا؟ اتفضلي، سيدنا معاكي. معاكي، اتفضلي يا حبيبتي. عندي 19 سنه حاليا يا هنا، ومتجوزه بقالي سنه ونص. عندها 19 سنه ومتجوزه بقالها سنه ونص. وبقالي 8 شهور. يعني اتجوزت وانت عيله يعني؟ وانا 18 سنه يا ابويا. لا 17 ونص بقى. لا لا 18. طب 18 بالظبط اتجوزت. عشان 17 ونص تبقى غير قانونيه يعني. لا لا 18 بالظبط. ماشي يا حبيبتي. بقالي 8 شهور في بيت اهلي. بسبب ان جوزي كان بيضربني ومانعين عليا الاكل، وانا كنت في بيت عيله يعني. وشقتي مفيش فيها اي خصوصيه، المفتاح على الباب من بره حتى لو انا جوه الشقه. شقتها مفيش فيها اي خصوصيه والمفتاح من بره حتى لو هي جوه الشقه. اي حد بيدخل يعني. اي حد. هو عنده اخته 6 سنين واخته 18 سنه، واخته متجوزه يعني. اطلب ان هي يبقى ليا خصوصيه، مفيش اكل لما الرجاله تيجي بالليل. يعني بالليل هي وجبه واحده بالليل اكلها. ضرب، اهانه. استحملت في الاول، حمايه بقى بيمد ايده عليا، سكت واستحملت. جبت اب كاهن من هناك، يعني شافني وانا محبوسه ومفيش اي اكل في شقتي، وشافني وانا مضروبه. مش هو بيشتغل ايه يا بنتي جوزي؟ بيشتغل ايه؟ بيشتغل مورد عمال، وفي نفس الوقت في مهندس. هو مهندس بترول. يعني ايه؟ يعني هو مهندس وخريج كليه هندسه؟ كليه علوم. كليه علوم، اوكي. حضرتك دراستك ايه؟ حضرتك دراستك ايه؟ ايه؟ حضرتك دراستك ايه؟ سياحه. يعني كملت تعليمك امتى؟ دبلوم سياحه. خالص. مؤهل متوسط سياحه. انت بتقولي ابونا بقى جالك الشقه وشاف الحاجات دي، قال لك ايه؟ شافني وانا حمايه ضربني واهني واخدين مفيش اي حاجه في الشقه، ويعني مبهدلني وقافلين عليا بالمفتاح عشان ما اطلعش. مشي وسابني وقفلوا عليا الباب تاني. اتصلوا باهلي فهموهم ان انا عامله مشكله كبيره، وجم اهلي خلوني انزل ابوس ايد حمايه واقول له معلش انا اسفه، يعني اتاسف له. ان هو بابايا برضو. اتاسفت له، مفيش فايده. بعديها بشويه راح حمايه طردني. ايه؟ حماك ضربك؟ طردني. طردني يعني بعد ما ضربني طردني. قعدت في بيت اهلي شهرين. ابونا صلح ما بيننا وقلنا لا، يبقى ليا خصوصيه في شقتي، واكل يبقى ليا اكل في شقتي، ان انا لسه عروسه. روحت مفيش فايده. بعديها بشهر قال لي انا اتفقت مع ابونا ان انا اول شهر هعمل لك اللي انت عايزاه كله. بعد ما الشهر خلص قال لي لا، انا كنت متفقه مع ابونا شهر واحد بس. نرجع بقى ضرب واهانه، بقى يهددني. ثانيه واحده بس، يعني ايه شهر واحد دي هدنه يعني ولا ايه؟ ما اعرفش. شهر واحد فعلا كان بس بيجيب لي اكل في شقتي، ما كده منعوا الاكل في شقتي خالص. هدوني كمان لو انا سبت البيت ومشيت، يعني رحت عند اهلي. هيرموني في البير جوه في البياره، هم عندهم حته جوه كده. انا يعني ساكنه في قريه. انا في مدينه، انا من اسكندريه، والحته اللي سكنت فيها في قريه. هددوني ان انا لو مشيت هيعملوا حاجه. سيدنا بيسالك، انت من اسكندريه وهو من اسكندريه، ولا انت من اسكندريه ورحت سكنتي عنده في قريه؟ لا لا، انا من اسكندريه وهو من اسكندريه، بس قريه في اسكندريه بعيده شويه. قريه في البرج يعني. تمام. هددني ان انا لو مشيت هيجيبوني ويرموني، هيموتوني يعني، ما حدش يعرف عني يعني حاجه. سكت وقعدت فتره. منعني عن امي نهائي، قال لي منعي ان انت تتصلي بامك ولا تكلميها عشان مشاكل، مع اني انا وحيده يعني، انا واخويا يعني ما فيش غيري. قلت له حاضر، وتنفست اللي هو قال لي عليه، ومنعت ان انا اكلم مامتي فعلا. رحت الكنيسه اشتكيت لابونا، راح جابه. بالعكس، روحنا مد ايده اكتر عليا وجابني من على السلم لتحت جرني. طبعا ما عجبنيش الوضع، بس قدرت على قد ما اقدر استحمل. قلت يمكن المشكله فين. استحملت بالطبع لغايه ما خلاص يعني نفد بيا، يعني خلاص ما قدرتش استحمل. بقى اي حد في البيت يهني ويزعق لي ويضربني، حتى اخته 6 سنين، وما اقدرش افتح بقي. جه في يوم مشيت الصراحه وسبت البيت لوحدي. سؤال يا بنتي، اخوه والده بيضربك واخته بتعمل، هو موقفه ايه منك جوزك؟ هو ما بيعجبوش. لا، انت مش من حقك ان انت تردي على بابايا ولا اختي، انا الولد الوحيد، معلش استحملي. مش عاجبك انا جايبه خدامه ليهم اصلا، فما عجبنيش الوضع. انت اتخطبتي قد ايه يا حبيبتي؟ خطبتي سنه ونص. وفي السنه ونص دي ما كان بيعاملك كده؟ لا بصراحة، ما كانش بيعملني، ما كانش بيستحمل عليا أي حاجة في الخطوبة. هو لا يملك قرار، وهو فمشيت الصراحة وسبت البيت.
مع اني انا ما كنتش عارف امشي، ان انا في قريه ما فيهاش اي مواصلات، بس حاولت اقدر امشي. انت ابوه بيشتغل ايه؟ ابوه بيشتغل ايه؟ لا ابوه هو اللي ماسك شغل باباه. ماسك شغل بابا. مشترك عمل مشترك. سبت البيت ومشيت بالطبع يا ابونا من غير ما هو يعرف الصراحه يا ابويا. جيت عند اهلي طبعا، قلت لبابايا وقلت لاخويا ان انا وصلت، ان انا ما كانش معايا تليفون حتى ان انا اتصل بيهم. اتصلت من تليفون ماما لما وصلت، وصراحه يعني ما كانش معايا فلوس ان انا اروح حتى. لما وصلت يعني لما وصلت الحته اللي اعرف اركب منها يعني ناس من بره وصلوني. مسلم الصراحه البني ادم اللي وصلني مسلم يعني. فلما وصلت البيت قلت لبابايا وكده، هو جه في ان سبت البيت جه قعد 3 ايام في بابايا. بس انا كنت مبيت. بص يا بنتي القصص دي مش محتاجينها كلنا. بص يا ناس لا بس جيت في الاخر راح قال لي اديني فرصه 8 اسابيع وهجيب لك شقه بره. 8 اسابيع استنيت يا ابويا. 8 اسابيع وهجيب لك شقه بره. بالطبع استنيت 8 اسابيع عشان يجيب لي شقه بره. اتفاجئ ان بعد 8 اسابيع فتح لي ملف. فتح ملف يعني انت دلوقتي في بيت باباكي وهو فاتح ملف. فاتح ملف من اول ما جيت. من اول ما جيتي. اسمعي بقى سيدنا هيقول لك ايه. وحماية بيهددني احنا لو ما رجعتش. خلاص بس خلاص خلاص خلاص. بص يا نانسي، هو هذا الزوج لا قرار له في حياته. والده متحكم. والده صاحب العمل، والده صاحب الفلوس، وهو بيدير العمل. انت عارفه دي مناطق مزارع وكلها بياخدوا عمال يودوهم لبتوع الطماطم هنا وبتوع مش عارف ايه هنا، يعني دي طبيعه العمل. كم عربيه نص نقل كده بينقلوا عليهم العمال رايحين جايين. انا رايي في هذا الموضوع، طالما الاب بيتطاول عليها وبيضربها واخواته، مش هتقدر تعيش سعيده الا بره البيت. سكن مستقل. هنا دور الكنيسه تساعد في سكن مستقل. هو يفتح ملف، الكنيسه هتديله تصريح على اساس ايه؟ انا اعتقد المنطقه دي تتبع قداسه البابا مباشره، منطقه برج العرب يعني. وسيدنا بابا لن يرضى بهذا الكلام، بس جايز ابونا هو اللي متولي الامر، وانت عارفه مهام سيدنا كتير. فانا رايي ما ترجعش غير في شقه مستقله، طالما وصلت العلاقه مهانه بهذا الشكل من ابوه ليها، وانها لا تتحكم في شقتها والمفتاح مش معاها او معاهم. الحياه لن تستقيم الا في حياه مستقله، وخاصه انها هي ما بتتكلمش ضد جوزها في حاجه، كل الكلام ضد عيلته. واعتقد انه مش بيحميها، انه حتى العنف اللي بيمارسه ضدها ده تحت ضغط اهله. بالظبط. يعني لو بعد عنهم بالزبط. ممكن سلوكه يتحسن. بدليل لما تقول لي كان فاتح خطوبه كان رائع. فالحياه مش هتستقيم غير في شقه مستقله. لعلك لاحظتي يا نانسي النهارده انه طول ما احنا بنحل بنسمع مشاكل اغلبها بيت عيله. ده على طول. وبيزعلوا مني لما بقول بيت العيله له مشاكل كثيره. طيب يعني هي دلوقتي يا سيدنا هو فاتح ملف، هو الكنيسه مش هتدي له تصريح جواز ثاني لان مفيش ما يستدعي. انا بتخيل الكنيسه هتعمل كده. الكنيسه لما تقول له مالكش غير مراتك ودور لها على سكن ثاني هيبدا يفكر في الموضوع. وهي ما ترجعش تحت اي ظرف غير في سكن مستقر. ما هي راحت مرات ومرات. ما هو الامور بتبقى اكثر تعقيدا. يعني الكنيسه تقربهم لبعض، تقابلهم ببعض بره، المشكله بعيد. والبنت تقول له عايش معاك خدامه بس ليك انت، اخدمك انت، ويدور لها على سكن ولو مؤقت. يعني في حالات بنعملها يا نانسي. احنا كابرشيه مثلا، انا سوري بقول احنا كابرشيه، انا واحد زي اخواتي بيبقى عندنا عده شقق كده متسابه فاضيه. وبنجهزها ومفروشه جاهزه. نعمل ايه؟ الموضوع دلوقتي مش قادره ترجع معاه في بيت العيله. فنقول طيب انتوا ابنوا علاقتكم ببعض في شقه بعيد عن العيله دلوقتي، على ما ندور لكم على شقه وتعيشوا فيها لوحدكم. فبسهل مهمه مرحله انتقاليه يعني، انه ما يصرفش وما يعملش، وابني علاقتهم ببعض بعيد عن التاثيرات السلبيه بتاعه العيله، سواء عيلتها احيانا أو عيلته هو احيانا. فبفصلهم ببعض وبرعاهم مع بعض الاثنين وهم اطفالهم، انمي العلاقه بينهم جدا. هم بعد كده بياخدوا القرار لانهم حبوا بعض وارتبطوا ببعض وعاشوا بعيد عن التاثيرات السلبيه بتاع الاخرين. طيب سمعتي الكلام ده يعني؟ لا يا ابويا، يا ابويا ما هو بعد ما جه كان فاتح يعني متهمني بالسرقه ومنزل رقمي على مواقع مش كويسه،
وغير كده دلوقتي لما بيجي نتكلم في المجلس بيقول لي انت مش عاجبك، يعني ابو الكاهن ماسك الملف بيقول لي انت مش عاجبك روحي طلقي في المحكمه. بقول له طب اعتبرني زي بنتك، لو بنتك ترضى يحصل فيها كده انا بنتي ما بتعملش ان انت بتعمليه. اوعي تطلقي في محكمه، ما تبادريش انت يا بنتي بالطلاق في المحكمه، اوعي تعملي كده. لا يا ابويا انا ما طلبتش ان انا يعني اتطلق، انا طلبت ان انا اخد شقه لوحدي، وهو مرافض جدا ان انا اجيب شقه، انا مش عايزه ابعد عن اهلي. هو يقول لي كده بابا محددني واللي هو لو مشي مش هيدي اي حاجه حتى العفش بتاعنا. طيب بصي انت اصبري واسكتي، شوفي المجلس هيوصل معاه لايه. لو هو وصل لمرحله انه عايز يصلحك يجيب لك شقه بره، لو مش كده سيبيه هو يمشي في الاجراءات، صح يا سيدنا؟ اه. خشي المحاكم خالص، ما تخشيش انت المحاكم.